مفيدة يا دولة. أخوك القدة؟ ليه مازال هوك في فرشه. قابلت خوك؟ اي تقابلنا. نحكي لك على شيء؟ مش ليه يا امي ما حكي لك شيء. هو وينو؟ رجعنا لها. وينو اخوك؟ امي نعرف لي الحكايه مزمره برشا وذيك علاش ما حبيتش تحكي فيها معي. وراسك لا حبيت نلعب ببنات الناس. ما فهمتش حدا كيفاش لقيت روحي في حكايه كيما هكا. نحبك تسامحني في جولتي انا المراه سمعتك الكلام. ولدي انا مش متغش عليك. ساعات في الدنيا هذه الواحد فينا يعمل حاجات ما يعذروا فيهم حتى حد. ما نجم يفهمهم كان هو وحده. بس شبيك؟ يا يعني طلعت مش مغشية الحكاية ليني وإناس. تعرفش قتلي؟ قتلي في الدنيا هذه ساعات واحد ينجم يعمل حاجات ما يعذرك فيهم حد وما نجم يفهمهم كان اللي يعملهم ولا شنية. أمي طلعت سبري. دكتور نجمش نشوف خويا هيك يتعذب ولو قلم كتف يديه؟ كما قلت لك احنا عملنا علينا والعملية نشحت. وين نشحت؟ تو ملوح جامع من غير روح. اي يلزم فيك من الكومة. هاكم ما نجمتوش تفيقوه. هذا ما حاجات بيد ربي. اي سامحني لكن انا ما نجمش نشوف خويا هيك يتعذب من غير ما نعمل حد شيء. شو تحب تعمل؟ نحب نقول لك ان الحكاية تتطلب انا عندي شجاعة الكافية باش نعطيك الاذن باش تقص علي الماكينة. يزي ما تعذب. خويا ظل الكلام هذا سبق وقته. كل يوم نمشي للكلينيك نتفرج عليه ونروح. ديما هكا مع الشريف. حتى مريض ما تعرفش عليه لا ميت لا حي، خلاني معلق. تعرف يقولوا اللي كي واحد يتيح في الكوما نجم تمشي له وتحكي معاه وينجم يسمعك، والحكايه هذه تعاونه باش يفيق. يفيق عليه؟ يزيه ما تعذب، وشي الحالة اللي مش يفيق فيها؟ وش راه يعاود عملية أخرى؟ عليه العذاب؟ استغفر مولاك، يا أخي وليت تتمنى في الموت لخوك؟ تستغفر الله العظيم، أما والله الحالة اللي فيها هو الموت ارحمني. على كل هو ربي يشفيه، ما كانش عامل معانا المليح وقايد زاده باش انا وصغاري ناخذوا بينا من الدنيا. يا اخي شبيك ولي تتكلم هكا؟ هذاك هو الصحيح. وعلاش تنفق زايد ولا تحبني ماسك عليك؟ ياسر تبدلت ما عرفتكش هكا. باهي هاي فرصه باش نزيدوا بها معرفه. كان جي اخويا بالحق ما يمشيش يعمل توكيل واحد براني. اما لا غلب كيما قولوها، لو كانوا الخوي يحن على اخوه ما يبكي حد على ابوه. خير شوية يا سافا؟ الحمد لله. توريت كيفاه؟ كنتش انت تتخيل واحد قابلته مرة في دبي تلقاه قدامك في تونس؟ ولا مفيدة تعمل غلطة مع واحد 20 سنة لتالي تلقاه تو قدامه يحل فينا الكل فتره. تو بالله هو رجع بعد 20 سنة ايش يحب؟ باش يربي باش يكبر. على الأقل أنا ولدي مازال ببي. هو يظل يرجع على خاطر مريض باش يموت وما عندوش كون باش يورث. علاه خا هو لاباس عليه؟ شنو لاباس عليه؟ بنتي سيد طلع لفرنسا دهينا رجع ملياردير ديما تزيد فيه. وراسها الملايكة ملياردير. تي كان شوف دارو كرهبته مخك يحبس. وتو براس أمك يقلب علينا السحن. إيش قلت؟ باش تقعد ولا؟ يا حسن كلم فيه. مش تقعد ولا؟ نقعد على شرط. اش تحب؟ حابك تمشي المفيدة وتعادل هالكلام اللي مش نقوله لك بالحرف الواحد.
شنو هو الكلام؟ ريت مشكلة الشريف لقيت لها المخرج اللي باش يساعد خوك ويساعدها ويساعدنا احنا بالأخص. ساعدنا احنا؟ عسلامة. آخر مرة تقابلنا فيها قلت لي شنو ناوي تعمل وانت ما جاوبتنيش. قعدت نخمم ما حبيتش نعمل حاجة نندم عليها نهار آخر. يظهر لي حكاية نجم تفهمها ولا أنا غلط. توما فما حتى مصلحة باش الأولاد يسمعوا بالأخص بدر وانت تعرف ولدك خير مني. يخي بالله شريف كي هزنا باش نعطيو الدم هذاك كل فيلم باش يعرف شكون ولده. هاي مش بما عرفش على خاطر كلكم طلعتوا ا بوزيتيف. ما فهمتكش. معناها انتم ثلاثه تنجموا تكونوا اولاده. توا مش ما يقعدش يبدبد ويفركس نجم يعمل لنا مشكله. لقيتك الحل باش ترتاح منه فرد مرة باش تمشي للشريف تقوله لي أنا ولده. سامحني ما فهمتكش. الشريف يحب يعرف شكون ولده وانتي باش تمشي تقوله بايرم هو ولدك. وعليه؟ باش كان حاب يثبت ولا يعمل حاجة أو كان يجيني ليان وكان صارت مشكلة نجم لما ما غير ما يسمع حد. كان يموت وانت تعرف اللي هو ساق في الدنيا وساق في القبر تورثه وانت مش هكا؟ صحيح اما ما خممتش فيها. ما خممتش فيها؟ يا عم طلع عليك وعامل فيها راجل جابت عليها سكينه تحب تقتلني وبعد تضرب خميسك في اسداسك وتقول لي برا قول له بايرم ولدك. انت تعرف اللي بدر تعطيه يشوف فلوس الدنيا حكايه كيف من هكا ما تخش المخ. مانيش مستعده نغلط الراجل. ماهوش راجل. واسمعني منيح مو فيدا باش نكون واضح معاك. كان ما تقولوش لي انا ولده باش نحكي كل شيء لولادك ونفعك معاهم. يا دنيا تلزينا غيرك سات علينا الظروف وبنات ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمة ما عاد تشوف وبنات ملهوف. يا دنيا يسينا حنن القلب علينا روف كان تعمل معروف يسي ما قاسينا غير نشوفوا الايام السينا خبينا الدمعة في تبسيمة وكل غدوة يجينا نهار جديد كل غدوة عيد وتفرح الأميمة وخطوة مستقبلنا مش بعيد وما تتبدليت والفقر مش جريمة حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا يا هو يا مليالي في الظلمة بقينا. يا دنيا يزينا يزي ما كسينا يا دنيا تلزينا الحاكم فيك وفينا. يا ما بالرجل مشينا والبنت المرا غالب ومغلوب مش لي معبي جيوب تكرهنا تحبينا. يا ما ذابت فينا قلوب وذوبنا قلوب والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنات بتوب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا. يا دنيا تلزينا والقلوب
كي طعمه ما عاد تشوف خبينا دمار في دبس